مرحبا بكم في مدينة زالزبورغ، لدينا القصص القابعة وراء كل قصة. هل أنتم متحمسون؟ سأريكم المدينة. ما الذي يجب أن يراه كل معجب من معجبي فيلم ساوند أوف ميوزك؟ أين ترقص السفن نفسها الفالز؟ أين أدرك زيجموند فرويد حقيقة الأمور؟ من رقص عبر حجرة نوم موزارت؟ أين تجد أفضل دجاج مقلي في المدينة يوم الخميس؟ ما علاقة ليدي غاغا بهذه الكراسي؟